افتتح سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة وكيل وزارة العمل مؤتمر تنمية الموارد البشرية في نسختها 12 تحت عنوان بناء القدرات الموارد البشرية الخليجية. هذا ويسلط المؤتمر الضوء على أهمية وجود منظومة وطنية تتعلق ببناء القدرات والإبداع والابتكار الفردي والمؤسسي لمواكبة متطلبات سوق العمل الخليجية. تحقيقاً للنجاح في عالم الأعمال يتطلب التركيز على تطوير المهارات الشخصية والمهنية للكوادر البشرية باعتبارهم المحرك الفاعل في عملية الإنتاج والتنمية، وعليه تبدي المؤسسات والمنشآت رغبتها الدائمة حول التطوير ومواكبة متغيرات سوق العمل. وهذا ما جاء به مؤتمر تنمية الموارد البشرية في نسخته 12 تحت عنوان بناء قدرات الموارد البشرية الخليجية. أهمية هذه المؤتمرات يعني في تطور قدرات الموظفين في أو الشركات في تنمية الموارد البشرية مهمة جدا لمواكبة العصر ومواكبة التغيرات الحاصلة، يعني خاصة حين مع دخول أنظمة AI والتطور السريع الحاصل، فلا بد من مواكبتها يعني وتنمية الموارد البشرية بما يساعد في اندماج عدد أكبر من الموظفين في سوق العمل. أنا ركزت في ورشتي، عملت ورشة عن الابتكار في كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى ابتكارات، وهذه الابتكارات كيف تساهم الشخص نفسه كيف يكون مبتكر، والمنظمات كيف تهيئ بيئة آمنة للابتكار. يسلط المؤتمر الضوء على أهمية وجود منظومة وطنية تتعلق ببناء القدرات، فضلاً عن مشاركة التجارب وتحديد أهم التحديات، حيث يتناول المؤتمر محاور الإبداع والابتكار الفردي والمؤسسي ومواكبة متطلبات سوق العمل الخليجي. حاولنا من خلال ورقة العمل اللي طرحناها في هذا المؤتمر لمواكبة سوق العمل الخليجي للمهارات المطلوبة في سوق العمل وفق أحدث الممارسات، أن نسلط الضوء حول أحدث الممارسات والتقنيات في عالم المورد البشري لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل المتغيرة. وتحديدا سيتم تسليط الضوء من خلال ورقة العمل الخاصة فيني عن تطوير هذه القدرات في القطاع الحكومي في ظل التحول الرقمي. احنا حاليا نواجه ثورة كبيرة في مجال الديجيتال ترانسفورميشن، واعتقد القطاعات الحكومية لن تكون بمنأى او بعيدة عن هذا التطور، بل على العكس كون ان القطاعات الحكومية قطاعات تشارك في دعم الاقتصاد بشكل كبير. مملكة البحرين تولي اهتماماً متزايداً بتنمية الموارد البشرية واتباع أحدث الأساليب لبناء القدرات الذاتية وتعزيز المهارات المهنية لمواكبة المستجدات في سوق العمل، بما يسهل إدماج الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص وتعزيز استقرارهم وظيفياً. المؤتمر الخليجي لتنمية الموارد البشرية يأتي ليسلط الضوء على أحدث المواضيع والممارسات في بناء قدرات الموارد البشرية، باعتبار أن الاستثمار في تطوير الكوادر هو العنصر الفاعل في نمو المؤسسات. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.